شريناها. لا الزرف شنو دايرين؟ انت غير ما بينتي لي انت ماركاز كاع ما جابنيش البيت. المقوله زينه شي شيته ماشي اللي كتعجبها البنت. قلت لها على المقوله مزينتها وليت بارك الله زياد معايا الشتا كاع ولد غير كتغيرها هي. يعني. انا شفتها ما شفتها انا قلت تبارك الله عليكم اخوتي عزازي اخويا الطيب ديالنا بحال بحال ان شاء الله الحمد لله كاع واحد. كنتمنىكم تكونوا على خير وخير ان شاء الله بصحه جيده انتم ووالداتكم. ودابا راه عندنا الشيء الطيب انا نفطر معايا مرحبا بيه مرة تاجا لا وقال لنا جاي لا والو تاجا حبابي مبارك ومرحبا بيه وقالت مرحبا. ودابا اخوتي هيا خونا شكشيناها الحياه قايمه عليها الضر زعما كيتسرقوا اجي اخوتي هانتوما هو ديال البرنينه والبطاطا القرنينه هاي اش يقول بعدي من القرنينه وين درك كان طيبو بلديه اه بحال من تشوف حدا مبرطاك وتصايد لك كاجي ابعد من القرنينه ما غير منك الطيب تبارك شوف انت كو عايز باش غير يخرج من عندك اييه انتوا الخايبه ديالك كيدخل فوق داك السد ديالو دابا مشيت لجيت لكاع حولت الحميره جيت فين لقيتهم لقيتهم هي ولقيتها هي ومالك بلا ترقية محشاية انت ما قلتش اه خاطر هي ومالك ودات تما قبل الماكلة هي وياكلة وتما وكتدير معاهم بشارة عندها تقلع عاد اللي ما فيهش هريسة 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 تضحك الرشيد شوية كيبغي شوية الحار درتي وحط الطريقة السودانية كتعجبني كتعجبني اختي ما نكذبش والله حيد داك البيض وانا عاشوف يعني حوجكم الحباب أو أنا ما حرقت المقول وخديجة هنا دابا أنا حرقتها بيها غادي تكون حسن مقولتك حنا بغينا هادشي غا زينة عادي تي شغل دوني أنا نقول لك لا قال والله إلا تلف بقاو قلت لي معايا مرت خويا ما كنبقاش كنطيب مزيان دابا أنا معاكم كندير الفيديوهات بحال دابا غير الفيديو يدي ويدها ولكن هي كثير عليها ما نكذبش على الله ونفشي على عليا وأنت اللي برا وأنا عاوتاني خلاص برا انا مولاتي خلينا نعطي التحيه للمتابعين ديالنا تبارك الله على المتتبعين ديالنا ودي خويا السي الطيب وخوتي كاملين وجمعنا كاملين جامع كي قال اوروبا كامله وخارج المغرب داخل المغرب عزاز الغاليين عواشركم مبروكه تصوموا وتعاودوا نتوما وليداتكم وتعيدوا وتعاودوا ان شاء الله بكل ما كتمناو وكنشكر كاع المتتبعين ديالنا العزاز الغاليين اللي كيموتوا علينا وكيدعيوا معانا بدعوه الخير الله يخليكم ديما في الخير وديما في في الحاجه الزوينه كما كتبغيو لنا الحاجه الزينه واقفين معانا ودعواتكم مع السي الطيب ومعانا اللهم تعالى يدعي معكم بالخير ويسر اموركم فيما مشيتوا وجيتوا والله يوقف معكم في هذا العواشر وهذا السيد رمضان وكلها صايبه وكلها عبد الله تعالى وتبارك كنتمنى ربي يفاجئ على خيي وعلى كل مسلوم وعلى كل مظلوم وعلى كل من حقروا عليه شيء كي قال المحكور دائما ربي يحفظه ينجي ويوقف معاه حنا تعودنا مع الله تعالى ومع المتتبعين العزاز الله يوقف معك خيي الله يغلبك على من عذاب الله يجعل ربي واحد المزيد ياك ما ديرش ما تخافش الحمد لله حنا كي قال هذا بالصدق وبالنيه وربي الحبيب هو اللي غادي ايوا فعلا ما يديرش كل واحد غيعطي ربي على قد نيته ايوا حقيقه وحنا لو كنا غادي نقال نيتنا ربي غادي ياتينا حتى حنا باي حاجه اللي حقيقه اخوتي العزاز ما دايرش ما دايرش ما غيخافش الحمد لله الحمد ونشكره يا ربي اللهم لك الحمد الوالدة الله يسهل الله يسهل انت وسي طيب السلام عليكم المتتبعين ديالنا تحياتي لكم شكرا لخوتي المغاربة تمشي غير حدا مجركم المهم بغيت نشكر خوتي المتتبعين ديالي الاوفياء شكرا لكم على السند ديالكم على الوقت ديالكم مع اخوكم الطيب تنشكركم وانا راني والله تنتاثر ملي كنتفكر الكلام ديالكم صراحه شكرا على الحب ديالكم وعلى كل ما وقفتوا معايا بغيت الله يوقف معكم حتى انا اللي تنسال منكم هو الدعاء ديالكم انني في هذه الورطه وفي هذه المحاضره اللي فيها ان شاء الله دعاكم باش الله عز وجل يستجيب دعاكم ودعوه الصائم لا ترد عند الله عند افطاره دعوه الصائم عند الافطار ديالو نتمنىكم تكونوا كتفطروا تهزوا الدرع ديالكم في سجودكم لله عز وجل انصرنا الله وينصر الحق وينصرش الباطل وينصر كلمة حق انا الا كنت باطل بغيت الله يحقق فيا حكمه والا كنت انا على حق بغيت الله تاني يعطيني حقي وهذا اللي تنطلب من المتتبعين ديالي
نتمنىكم توقفوا معايا بالدعوه ديالكم. شكرا لكم، انا اليوم جيت عند امي نشتها، نتمنىها تكون بخير. الله يخلي لامي انتي، خليكم مواتكم كاملين. امين. هذا هو راس مالي كله، انا كان جيت عندها غير باش ندي واحد الدعوه. الله يجعل بيع وينك ويسهل عليك الحبيب. نتمنى الله نكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. واي واحد عنده والديه راه تيحس بالوالدين. نعم ما تبكيش ما تبكيش ما تبكيش، شوف راه ربي معاك، شوف واقف معاك الله سبحانه وتعالى، واقف معاك المشاهدين، ما تخاف حتى من شي حاجه الحمد لله. ما دايرش اخويا الطبيب العمر غتخاف، علاش داير شي حاجه؟ ظالم، ما ظالمش، انت راك مظلوم، انت مظلوم. وهي كتبكي وكتقول لك انا عاطيه لك الخناشه الطيب انت وخياتك. الله ربي ما يخيبك بالله. انا كنعطيه لك رضا، انا راني بحال امكم. انا كي امي انت، شحال من مره كي امي. الله يوفقك مع كل مظلوم، هذا الشيء اللي كنتمنى. حتى واحد ما نقولوش شي حاجه. وحده. خليك لي امي. اللي مشى معكم مرضي واللي قعد معكم مرضي يعطيك رضا الحبيب، انا راضيه عليك حاجتك يا حبيبي. الله يرضي عليك الحبيب. شوف اخويا ما تخاف حتى من شي حاجه، احنا معاك الى طول الابد. انا تنبغي غير كلمه الحق، تنبغي غير كلمه الحق. السلام عليكم الحباب وليداتي يا بنياتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، كنتمناكم على خير وبخير ان شاء الله. كي دايرين مع رمضان؟ عواش لكم مبروكه وعلينا وعليكم ان شاء الله. سيدنا رمضان يدخل الصحيحه والسلامه وطول العمر ويسهل عليكم ويعاونكم على وليداتكم، واللي المريض الله يشافيه، واللي صحيح الله يقعد بساده، واللي ما كيقرا الله يعطيه الناس النجاح ان شاء الله يا ربي، ويعاونوا على وليداتو. امين. كنشكركم الحباب غاليين بزاف وعزاز عليا، وليداتي كاملين عزاز عليا، هي ناجيه وخديجه وناديه وديال سيد طيب وديال سيد مصطفى وديال حامد، كلهم عزاز عليا وليداتي، واقفين مع وليداتي. الله يوقف معاكم، الله يوقف معاكم، الله يعاونكم، الله يحفظكم سيدي ربي نتوما وليداتكم. وقفوا مع سيد طيب، الله يتعال ربي يوقف معاكم، وقفوا مع هالحباب في هاد الحزه، ربي يعوينكم وربي يوقف معاكم. وراني ما نقولكم شيء، محبتكم في قلبي ما عندي غير الله، انا عاطيه الرضا لا يقدر، يفرشوا له من السماء الارض ويعاونوا ربي العمل. كندعي له وقفوا انتم مع هالحباب. ودابا رجع عندي مسكين يتفكرني، راه غادي سمرته في محلته، في ربي يعوينه ويسهل عليه هالحباب، الله يجعل ربي كرمه ويعاونه. وقف معك سيدي ربي الحبيب، والله معك وليدي، الله معك الوالدين، رضات بيا ومنتك ورضات حياتك ورضات المشاهدين ديالنا وديالك. الله غيوقفوا معاك ودعاوهم، دعاوهم الخير، دعيو مع وليدي عاونوهم. عندنا خوتنا وعندنا متتبعين ديالي اوفياء، ما كننساش الجميل ديالهم، ما كيسكتش التليفون، واقفين معنا بدعواتهم، كلشي مساندني الحمد لله. انا اكيد فخور بهذا الجمهور اللي عندنا وبهذا الناس اللي واقفين معايا، منهم رجال ونساء. تبارك الله عليكم، تنشكركم بزاف ان شاء الله، والله اللي غادي يكمل الكلام ديالكم عنده، حيت اي واحد كيجري في الخير الا غادي يجريه الله عز وجل الخير والجزاء. انتم كتجريو غير في الخير، ما تظلموا حتى شي واحد. وشكرا لكم الحباب، وبقاو معنا ان شاء الله. بقاو معنا الحباب، خليكم ربي. سبق لي سبق لي. دابا حنا سنفطروا عند الوالده، نتوما لي الخير احبابيك. طب راه تبارك الله متوقع، الله يخلف عليك. الله يخليك. الله يخليك. انتوما كتشوفوا الخير الحمد لله، الله يكبر بك الله. جيدو مالك؟ الحمد لله الخير موجود. الله يخلي كله تبارك الله. ما كانش طلبتنا هكا كما قالت اختي خديجه شحال. اللهم لك الحمد، كنحمدو ونشكرو عليه الحمد. واخا كنا ما عمرنا قعدنا بالجوع، يعني ماشي بحال هذا الوقت هذا. ليه الحمد. الله يجعل ربي يبدلها على كل واحد السويع. امين يا رب العالمين. امين. انا اللي هي هو البقوله هذه. يا بقوله الزينات. جيت مع البقوله هي هذيك. انا دغيا دغيا دغيا. جبنا خيط طيب والله الا كتعجبني. من حيت في البيت بيناتنا الحداك، انا دغيا. يا نوضي يا نوضي. متتبعين يا خويا. انا ما كنتش من عادي. وخوتي كاملين وخوتنا العرب كامله، وشكرا لكم وتحيه لكم بزاف بزاف على الوقوف الدعم ديالكم اللي خديتكم علينا. شكرا لكم، الله يخليكم صحتكم وليداتكم. وما عز عليكم وشكرا لكم بزاف بزاف اللي اختكم علينا الحباب. دابا خويا الطيب راه جا غادي يفطر معنا، مرحبا به والف مرحبا، ومرحبا بكم حتى انتم اللي جا مرحبا، الف مرحبا والباب مفتوح بوجوه. كنقولها ونعاودها، خليكم في ديوركم الحباب، وهو هذا الحباب ديالنا والبركه اللي قسم الله كنوريوها لكم. حتى حاجه ما كنرقوا على حب العزاز اللي كان كنوريو لكم، وهو هذا الحباب ديالنا. شكرا لكم وتحيه بزاف بزاف، وانتم معنا ان شاء الله. خليكم على خير، تحياتي لكم، شكرا.